10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات دوري روشن السعودي. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل 3 نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الهلال أمام الخلود ضمن مباريات الجولة 5 ودوري روشن السعودي. المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والـ7 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. المباراة منقولة على SSC1HD والمعلق عبدالله الحربي، وSSC5HD والمعلق سليمان الشريف، وSSC1SD والمعلق علي الربيع، وشاهد VIP رياضية والمعلق عبدالله الحربي. يذكر بأن الهلال يأتي في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز 11 برصيد 4 نقاط. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات دوري روشن السعودي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.